صباح الخير، صباح السعادة والتفاؤل، صباح احتفالاتنا البحرينية. وهذه بدايتها مناسبة العيد الوطني البحريني. نظم سوق المزارعين البحرينيين فعالية باسم مهرجان خيرات بلادي من 5 ديسمبر ابتداء من اليوم ليوم السبت. الله يحفظ البحرين إن شاء الله. طبعا هذا اللي تشوفونه هذه مبادرة من المزارع السعودي محمد العتيبي المشهور محمد الصواط. هذه طبعا بالتعاون مع العزيزة الغالية أم رياض في توزيع لشتلات الشاي الأخضر، وراح نشوفها إن شاء الله ونصور معه. ترقبونا إن شاء الله، أول ما يوصل راح نصور إياه ونشوف عن المبادرة الطيبة دي. خاص من قبل الشيخة مرام آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. هذه مبادرة الأخ العزيز من المملكة العربية السعودية المزارع محمد صواط، راح ألتقي وياه بعدين بس خلينا نحن نشوفه مشغول. هذا على أساس توزيع شتلات الشاي. هذا نشوف ما شاء الله توزيع شتلات الشاي الأخضر، المبادرة الكريمة من الأخ المزارع محمد بن عبد الله العتيبي من الطائف جتنا البحرين. هذا بروحه بس نقول لك مليون شكر والله ما قصرت. سعيد بالبحرين، الله يطول عمرك، مشاركتكم في هذه المناسبة، وأتشرف إني أتقدم في هذه المبادرة أو هذه المناسبة إني أشارك إخواني أهل البحرين في مبادرة توزيع الشاي الأخضر. صدق جاري ولدي عبد الله رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. الحمد لله. نحن نتشرف فيك. وعلى من مات معاه الأخوان الأحمد سعود محمد سعود معاذ محمد رحمتهم الله يرحمهم جميعا. الله يرحمهم جميعا. هذه صدقة جارية عن والدي وعن كل من يسعى معنا، حتى أنت أخوي عارف ما شاء الله كان لك دور في إبراز هذا العمل. حاضر. بالإضافة لأختنا أم رياض الله يجزاها خير. حاضرين. كان لها الدور الأكبر لأن أنا جبت لها الشاي الأخضر تبرع جذور. فتبرعت بالمراشل بالتربة كاثرتها رعت لين. نواصل أستاذ محمد بخصوص مبادرتك السابقة والمستقبلية حق الشاي الأزرق. طبعا اللهم لك الحمد. طبعا المصدر بهذه النقطة مصدر الشاي الأخضر كان عند المزارع مبارك في عوين الكويت. نعم. الله يجزاه خير. طبعا هذا الشاي زرعه معي ولدي عبد الله رحمة الله عليه. الله يرحمه. بعد بشهر توفى الله عليه. والحمد لله أنا قاعد أوزع صدقة جارية عنه وعن توفى معه. طبعا وزع عن جميع دول الخليج، وزعت في مصر في السودان ما شاء الله ما شاء الله في الأردن ما شاء الله. كل منطقة خليني مش مستوزعني يعني أوزع الناس وحي الله، لا أحد في كل منطقة اثنين ثلاثة يكون متواجد عندهم. حلو. يعني مثلا الآن اتصل على واحد من البحرين. اي نعم. محتاج شاي أخضر أقول له روح للمزارع عارف. اي خلاص. أعطيه تليفون عارف أقول كمندوبين. اي نعم. اي نعم. خلينا في كل منطقة مندوبين ثلاثة. حلو. شاثرون والحمد لله وصلنا إلى جهد الحمد لله. طبعا هذا كله على حسابي الخاص الله منك. والله يجزاك خير. اي والله. يعني شيء كبير صراحة. الحمد لله. هذا من فضل الله. نتكلم أستاذ محمد عن فوائد الشاي الأخضر للناس جهلتها. والله الحمد لله أخوي عارف من ضمن الفوائد واللي هي أهمها تنزيل حصوة الكلى والحال بدون عمليات جراحية بدون أي شيء، وعندنا إثباتات على هذا الكلام.
ممتاز جدا للأملاح اللي هو النقرس اللي هو يوريك أسيد، ممتاز جدا لتخسيس لنقص الوزن، ممتاز جدا لليوريك أسيد، عفواً الكوليسترول. هذا من ضمن فوائده. زراعة سهلة جدا. جدا سهلة، كانت تتعامل مع النعناع. حلو. سواء في الزراعة أو في الإكثار أو في القص، يعني كانت تتعامل مع النعناع عادي. والناس تسأل طبعاً عن وين تحصل الشاي الأخضر في البحرين؟ حيكون متواجد عند أختنا الله يجزاها الجنة أم رياض. أم رياض. مشتركة بكده. أي نعم. طبعاً أخذت هذا الإنسان أخذت على عاتقها إكثار وتوزيع وتطوع استقبال اتصالات الناس. ما تقصر مريض. هذا ذاته عمل تشكر عليه. ما تقصرين أم رياض. توفر لكم على أي وقت تيوم رغم الاتصال 3960451 ومتوفر على أي وقت تيوم. من فوائده تنزيل الحصوة، تنظيف المثانة والكلى عن الأتربة، إلى جانب أنه ترى مذيب للشحم الجسم، يخفض الكوليسترول. نقول حصة في مشتل الكركديه إن شاء الله توزيع. الله يجزيكم خير. شكرا لك استاذ محمد، ونتشرف فيك البحرين. يا هلا مرحبا مليون. واي وقت ديرتك هذه. الله يسلمك، طول عمرك. تشرفت في لقائك انت والاخوان اليوم.